السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار الخطة التعليمية التي تتبعها وزارة التعليم، وذلك للدفع بعجلة التعليم إلى الأمام والرفع من جودة وكفاءة العملية التعليمية، وخلال هذه المرحلة العصيبة، مرحلة جائحة فيروس كورونا، فقد اعتمدت وزارة التعليم برنامج التعليم الإلكتروني عن بعد، وذلك لضمان استكمال العملية التعليمية لهذا العام الدراسي وهذا الفصل الدراسي ربيع 2020. وكون جامعة أفريقيا للعلوم الإنسانية والتطبيقية إحدى الجامعات الرائدة في هذا المجال والحريصة على مواكبة التطور والدفع بعجلة التعليم إلى الأمام والرفع من كفاءة وجودة العملية التعليمية، فقد قام قسم هندسة النفط بتسجيل سلسلة من المحاضرات الإلكترونية للمقررات الدراسية لهذا الفصل الدراسي، وهذه المحاضرات هي عبارة عن 12 محاضرة شاملة كامل المقررات المقررة لطلبة قسم هندسة النفط. نبدأ مع المحاضرة السابعة والتي هي بعنوان Density Log، سرد الكثافة. What is Density Log؟ ما هو سرد الكثافة؟ سرد الكثافة هو أحد السرود المستخدمة في قياس المسامية. طبعا تكلمنا في المحاضرة الماضية على سرد النيترون، وقلنا أن عندنا 3 سرود أساسية تستخدم في قياس المسامية، اللي هو سرد النيترون وسرد الكثافة وسرد السونيك. أخذنا سرد النيترون في المحاضرة الماضية، وفي المحاضرة هذه هناخد سرد الكثافة، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة هتكون سرد السونيك أو السرد الصوتي. طبعا سرد الكثافة يقيس المسامية عن طريق تسجيله للكثافة الكلية اللي موجودة في التكوين، التكوينات طبعا اللي هي تكون لي المكامن النفطية زي الساندستون، لايمستون، الدولومايت. ما يقصد بالكثافة الكلية أو البلك دينستي؟ جيولوجيا تم التعرف عليها أو تعريفها على أنها دالة بين الماتريكس اللي هي طبعا الحبيبات اللي هي تكون منها الصخر، والفلود اللي هو السوائل الموجودة في البور سبيس، في الفراغات اللي هي بين الماتريكس. صار هي عبارة عن علاقة بين الماتريكس واللي هي طبعا الفلود اللي هي موجودة في وسط التكوين. وبالتالي لما نقول بلك دينستي فنقوم بتسجيل الكثافة الكلية شاملة الماتريكس وشاملة الفلود. طبعا كيف يعني هتعكس لي الكثافة هذه اللي هي المسامية؟ الكثافة هذه نقدر نقول يعني بكلمة عامية هذه معناها ان هي نقول انا زي ما تقول عندي زحمة، يعني لما تكون عندي كثافة عالية هذا يعني ان كل ما زادت الكثافة المسامية هتكون اقل، لان الفراغات مش هتكون كثيرة لان الماتريكس هتزيد على حجم البور سبيس. ولما تكون المسامية أكثر هذا يعني أن الفراغات أكثر من الماتريكس أو أكثر من الحبيبات اللي هي موجودة، حيتم التعرف عليها أكثر في طريقة العمل. الجهاز اللي أمامنا يمثل لي جهاز اللي هو طبعا لسرد الكثافة. طبعا الجهاز هذا يتكون من المصدر، المصدر هذا هو عبارة عن مصدر كيميائي يطلق أشعة جاما راي. المصدر في العادة يكون كوبالت 60 أو سيزيوم 137. عندنا طبعا 2 من اللواقط اللي هو طبعا القريب والبعيد. الزوز طبعا على مسافة بسيطة ما هيش بعيدة من المصدر، الأول على مسافة 7 إنش والثاني على مسافة 16 إنش. طبعا لو تلاحظوا عندنا ذراع لتثبيت الجهاز باش يكون ملاصق لجدار البير، لأن طبعا الأشعة هتخترق التكوين وترجع للسماعة من جديد يعني ليتم التقاطها، وبالتالي يبقوا يحافظوا على الجهاز إن هو يكون ملاصق لجدار البير مش ما يتأثرش به لو هو في موجود كعكة طينية أو في مثلا انهيارات أو في مثلا بعض التكهفات اللي هي موجودة طبعا في البير. طبعا يقيسوا البلك دينستي يعني الكثافة الكلية للتكوين ويعطوا فيها رمز اللي هي طبعا الرو بي.
How it is work طريقة العمل. طريقة العمل: الجهاز يحتوي على مصدر لأشعة جاما. المصدر هذا ممكن يكون كوبالت 60 أو سيزيوم 137. تنطلق هذه الأشعة، تخترق التكوين وتبدأ عملية التصادم مع الإلكترونز اللي هي موجودة داخل التكوين. زي ما الشكل اللي نشوفه فيه أمامنا، هذا هو التول، الجهاز متاع سرد اللي هو طبعا الدينستي. عندنا الأداة هذه اللي هي تستخدم في تثبيت الجهاز، يكون ملاصق لجدار إربير. تنطلق أشعة الجاما طبعا من المصدر، المصدر هذا يعطينا أشعة جاما. تخترق سائل الحفر أول شيء، ثم تخترق اللي هي طبعا المد كيك، باعتبار أن المكمن النفطي يتكون من صخور ممكن تكون ساندستون أو لايمستون أو دولومايت، وهذه طبعا بيرميبل، طبعا صخور نفادة، وبالتالي حتكون في كعكة طينية موجودة هنا. ثم تخترق الانفيجن زون، منطقة الغزو، بعدين المنطقة الانتقالية ترانزيشنال إلى المنطقة الان انفيدد زون اللي هي طبعا درسناها في أول محاضرة. تصير لها عملية تصادمات وتعود من جديد إلى الديدكتور اللي هو اللاقط. عملية التصادم تحدث بإحدى العمليتين أو كحاصل لعمليتين اللي هما العملية الأولى الكومبتن سكاترد الانتشار العشوائي والفوتو إلكتريك إفكت. طبعا بعد ما تصير لها عملية التصادم هذه ترجع ويتم تسجيلها في طبعا اللاقط، ويتم تسجيلها عند السطح، ونشوفه كيف تعكس لنا الكثافة للتكوين اللي هي بالتالي حتعكس لي المسامية الموجودة داخل التكوين. قلنا ان عندنا عمليتين، العملية الاولى هي Competent Scattered، تحدث عندما تدخل اللي هي طبعا اشعة الجاما الى التكوين، تلقى قدامها الكترونز، تبدأ في عملية التصادم بينها او بين الكترونز، لكن طبعا جاما ريا ما تفقدش طاقتها الكلية، تفقد جزء من الطاقة وتستمر وترجع، ويتم قياسها عند الديدكتور اللي هي طبعا عند اللاقط. اما الثانية اللي هي بنتكلم عليها اللي هي عملية الفوتو الكتريك افكت، فوتو الكتريك افكت وهي عندما تصطدم اشعة الجاما بالكترونز موجودة داخل التكوين. نتيجة لهذا التصادم تفقد اشعة جاما كل الطاقة اللي هي موجودة عندها، وتصير لها عملية absorb، عملية امتصاص. وبالتالي فإن الجاما راي اللي هي ترجع لنا للديدكتور ويتم التقاطها غادي، هي عبارة عن نتائج من العمليتين هذه اللي هي competent scattered والفوتو الكتريك افكت. بعد ما تعرفنا على آلية طريقة العمل في سرد الكثافة، وعرفنا أن سرد الكثافة يتكون من مصدر مشع، المصدر هذا حيرسل لي أشعة جاما تخترق التكوين والصخور، وتصير لها عملية امتصاص، وتصير لها عملية تهوين نتيجة للكثافة متاع التكوين أو الصخر، هل هي كثافة مرتفعة أو كثافة منخفضة. وعرفنا أن الدنس فورميشن التكوينات اللي هي عندها كثافة، يعني حجم الماتريكس متاعها كثيرة وحجم الفراغات بسيطة، حتصير عملية امتصاص لأشعة جاما بكميات كبيرة، بينما الصخور اللي هي عندها كثافة منخفضة يعني نسبة الفراغات كثيرة، حتصير لها عملية ابزيرف بنسبة بسيطة، وبالتالي هي عبارة عن كثافة منخفضة. الكثافة هذه تعكس لي المسامية، لأن التكوين اللي عنده كثافة مرتفعة فبالتالي عند الفراغات قليلة ومتباعدة على بعضها، وصارت العملية isolated يعني مفصولات على بعضها، فبالتالي حتعطيك مسامية قليلة. والتكوينات اللي عندها low density يعني كثافتها منخفضة، يعني الماتريكس أقل من الفجوات، الحبيبات، حبيبات موجودة، وعندنا ممكن حتى تكون الحبيبات صارت لعملية connected، فبالتالي يعني المسامية حتكون عالية والبرمبيليتي النفادية حتكون موجودة. فبالنسبة لسرد الكثافة عندنا نقطتين مهمين لازم نركز عليهم، لأن هم اللي بيعكسوا لي الشيء اللي هي صاير تحت سطح الأرض، لأن عملية التسجيل هتحدث في البير تحت سطح الأرض، وبنحصلوا على نتائج عند السطح، ونديروا عملية interpretation، عملية تفسير للقراءات اللي جاية عند السطح اللي هي تعكس لي شيء موجود عند الأرض، فبالتالي نعرف أن التكوين هذا هل هو جيد أو غير جيد، الأماكن اللي هي ممكن تنفع أن هي تكون مكامن نفطية،
وين ممكن نحط تيوبينج، وين ممكن نحط سكرين، وين كيف يعني عمليه الاستخدام نتاع سائل الحفر، هل هو دار لي دمج، هل هو سبب لي مشاكل، هل هو الامور ماشيه تمام، وين عندي تكهفات، وكل المشاكل هذه. هذه هي المحصله للسرود، او هذه النتائج اللي احنا نحتاجها من اجرائنا لعمليه سرود الابار. فلما يكون عندي هاي جاما ري كاونت ريت، يعني انا بعت اشعه جاما ري بطاقه معينه محسوبه، لان احنا العنصر المشع عارفين قداش ممكن يبعتنا اشعه طاقه جاما، وعارفين الاشعه طاقه جاما هذه قداش المدى اللي ممكن تدخل داخل التكوين وترجع لنا. فلما تكون عندي هاي جاما ري كاونت ريت، يعني نسبه الاشعه جاما اللي رجعت لي كبيره، فبالتالي ما صارت لهاش عمليه اوبزرف كثيرة، فبالتالي هذا يعكس لي إلى low density formation، أن الماتريكس كانت بسيطة، الفراغات كانت كثيرة، بعتنا إحنا الأشعة جاما ما صارت لهاش عملية امتصاص، وما صارت لهاش عملية تهوين كثيرة، ورجعت تقريبا بنفس الطاقة اللي إحنا بعتناها بها. بينما النقطة الثانية لما تكون low gamma ray count rate، لما نكون إحنا بعتنا أشعة الجاما ورجعت لي أشعة جاما قليلة، الطاقة اللي بعتناها عالية رجعت لي طاقة أقل، ونسبة أو كمية الجاما ري اللي احنا بعتناها أقل من اللي أرسلناه بشكل كبير. هذا يعني أن لما خشت للتكوين، التكوين كانت عنده دنس، عنده كثافة، عنده حبيبات، عنده ماتريكس، صارت لها عملية أوبزيرف امتصاص، صارت لها عملية أتنويت اضمحلال، ورجعت لي ضعيفة، بالتالي استقبلناها عند الديتكتور. وزي ما عرفنا عندنا نوعين من الديتكتور اللي هو الفار والنير، صار low gamma ray count rate تعكس لي اني عندي high density، يعني الكثافة عالية جدا، يعني نقوله زحمة، وبالتالي فان المسامية حتكون very low. الطبقات اللي هي تكون عندها low density وتكون بالتالي عندها high porosity زي الساندستون، زي اللايمستون، حجر رملي والحجر الجيري والدولومايت. اما الطبقات اللي نتوقعها ان هي تكون عندها الكثافة متاعها مرتفعة والمسامية منخفضة زي الشيل، زي الكلين، المارل، هذه حتكون الكثافة متاعهم عالية والمسامية منخفضة. أيضا لما يكون عندي تكوين زي الساندستون وتكون فيه طبقات من الشيل، فنتوقع إن حتصير عملية الكثافة حترتفع، لأن الشيل حيأثر لي على المسامية ويسبب لها انخفاض ويزيد في الكثافة متاع التكوين. فنقطتين مهمات جدا نحطهم في عين الاعتبار، كيف ان احنا تعكسونا ما موجود تحت سطح الارض. وبالتالي لو انا عرفت ان لما يكون عندي هاي جاما ري كاونت فهذا عبارة عن لو دينستي، انا نتوقع ان الصخر هذا او التكوين هو عبارة عن ساندستون او لايمستون. اما لو كان الهاي دينستي كثافة متاعها مرتفعة والمسامية منخفضة، فنتوقع ان هو شيل او كلي او مارل. Density log uses استخدامات سرد الكثافة. عندنا استخدامات عديدة لسرد الكثافة. أول استخدام هو قياس التوتال بوروسيتي، يعني يقوم بحساب المسامية الكلية عن طريق معرفتنا للبلك density للكثافة الكلية، لأن هذا سرد الكثافة، القراءات اللي حتكون موجودة عند السطح هي تمثل لي البلك density الكثافة الكلية اللي هي الرو بي. نستخدمه بعدين سلسلة من المعادلات والتشارت اللي هي لقياس المسامية. الشركات النفطية عندها سوفتويرز متخصصة في الشيء هذا، بمجرد ما تدخل الديتا متاع الكثافة تتم حساب المسامية. نوعية المسامية اللي حيتم قياسها عن طريق الكثافة أو سرد الكثافة هي التوتال بروستي، يعني المسامية الكلية، اللي هي منها نقدروا نقوم بحساب المسامية الفعالة الافكتيف بوروسيتي. صار أول نقطة هي عبارة عن عملية حساب المسامية، كون أن سرد الكثافة هو أحد سرود الثلاثة لقياس المسامية. النقطة الثانية مهمة جدا هي عبارة عن عملية جنريت أو تكوين ما يعرف بالساينتيتك سايزميك تريس. الساينتيتك سايزميك تريس هذه هي عملية تربط بين المعلومات الجيوفيزيائية والمعلومات الجيولوجية. المعلومات الجيوفيزيائية اللي يقوموا بها المهندسين الجيوفيزيائيين هي تقوم بعملية تصوير للطبقات التحت سطحية عن طريق استخدام موجات سايزمية واستقبال زمن انعكاس هذه الموجات الصوتية عند السطح. وبالتالي جميع الشغل البدائي اللي يقوموا به عملية المهندسين الجيوفيزيين هو عملية فيما يعرف بالتايم دومين، يعني كلها عبارة عن أزمان.
زمن، يعني عندي مسافات معينة وعندي أزمنة تمشي الموجات الصوتية، يصير لها عملية انعكاس وانكسار وتعود لنا إلى السطح ونقوم بتسجيلها. بعدين فيه عملية اللوجينج اللي هي سرد الآبار، اللي هي عن طريق الدينستي وعن طريق السونيك، ياخذوا الزوز سرود هادم ويقوموا بتكوين شيء اسمه الساينتيتك سايزميك تريس، يربط بين المعلومات الجيوفيزيائية اللي هي في التايم دومين مع المعلومات الجيولوجية اللي هي في الدبت دومين، وبالتالي يحددوا مناطق الكي هورايزن سيرفس، يعني يحددوا الطبقات اللي هي حاملة للهيدروكربون أو الطبقات اللي هم مراد إن هم يديروا لها عملية انتربريتيشن، عملية تفسير، فنقطة مهمة جدا. النقطة الثالثة identify the evaporite mineral، نقدروا نتعرفوا على المعادن متاع المتبخرات باستخدامنا لبعض الشارتات المعينة عن طريق سرد الكثافة. أيضا في نقطة مهمة جدا يستخدم فيها سرد الكثافة وهي detecting gas bearing zone، يحددوا المنطقة اللي هي هنشوفوها في المثال القادم، المنطقة اللي هي تكون حاوية للغاز، المنطقة اللي تكون فيها حاوية للغاز هتحدث عملية كروس أوفر بين سرد الكثافة وسرد النيوترون، هنشوفوه في المثال القادم وتكون واضحة. فهذه نقطة أساسية ومهمة جدا يستخدم فيها سرد الكثافة مع سرد النيوترون. عندنا Determined Hydrocarbon Density، نقدروا نحددوا الكثافة متاع الهيدروكربون الموجود عندنا سواء كان أويل أو غاز، وهذه نقطة مهمة أيضا جدا. فعندنا مجموعة من الاستخدامات الضرورية والجيدة والمفيدة في الأويل اندستري، فسرد الكثافة يعتبر من السرود المهمة جدا اللي ما يتمش الاستغناء عنها، يعني سرد يعتبر أساسي في الكمبليت ست اللي هي موجودة في، يعني في بعض السرود ممكن أنك تعوضه بسرد تاني، لكن سرد الكثافة بالذات لازم يكون موجود ويتم تسجيله في البير، لأن النتائج متاعه مهمة جدا، يعني نحسبه به المسامية، نستخدموه في جنريت متاع الساينتيتك لأنه كويس للمهندسين الجيوفيزيائيين، يحدد لي مع النيترون يعني الغاز بيرنج زون والأويل بيرنج زون، يعني مهم جدا جدا. فسرد الكثافة دائما يكون موجود والرمز متاعه رو بي بالجرام على السنتيمتر المكعب بالنسبة لليونت المستخدمة في قياس الكثافة للتكوينات. عندنا أنواع، هذه طبعا عن دايركت ميثود، أما الدايركت ميثود عن طريق أخذ العينات اللبية الاسطوانية، يتم أخذها ورفعها للمعمل ويتم حساب الكثافة للتكوينات عن طريق أخذ شرائح وعملية الكالكوليشن أو الحسابات المعملية اللي تتم في المعمل. المثال الذي أمامنا يمثل لي وجود الدينستي لوج، لو لاحظوا هذا الدينستي اللي باللون الجرين الأخضر، السكيل متاعنا يكون من اليسار إلى اليمين زيادة في اتجاه اليمين من 1.95 إلى 2.95، وعرفنا أن عندنا تيبلز معين فيه الدينستي كثافة للصخور تم قياسها في المعمل، على سبيل المثال زي الحجر الرملي ساندستون 2.65، زي اللايم ستون 2.71، والدينستي اساسا النقطة متاع الجوهرية انه هو يعتمد على معرفة الكثافة متاع الليتولوجي او متاع التكوين اللي هي الساند ستون واللايم ستون وبعض التكوينات الثانية زي الدولومايت والسولت والانهيدرايت. لاحظوا ان اللاين متاعنا هذا اللي هو بالاخضر يمثل لي الكثافة، الزون هذه لو تلاحظوها هي الزون اللي تمثل عملية الكروس اوفر اللي صارت بين النيترون والدينستي لما الدينستي مشت الى اقل شيء والنيترون مشت الى اللو، فهذا مؤشر على وجود منطقة الغاز او الغاز بيرنج زون. هذه لو تلاحظوا الكروس اوفر مش موجودة في هلبة اماكن، عندنا في المكان هذا عندنا اماكن بسيطة زي هنا، لكن لو تلاحظوا احنا عرضنا ايضا استرد متاع الجاما ري باش يوضح لي اماكن اللي موجودة فيها الكلاستيك، يعني الساندستون الكلاسيك هو يعتبر خزان نفطي ممتاز، فلو تلاحظوا عندنا لو جاماري مع انتربد للشيل فالمنطقة هذه اعطتني جاز بيرنج زون. ايضا الدينستي يوضح لي في بعض الانديكيشن لللايتولوجي، لو لاحظوا هنا هذه انديكيتر لللايتولوجي يعني مؤشر لوجود الشيل، طبقة الشيل لو تلاحظوا بالنسبة للجاماري، ولو تلاحظوا بالنسبة للكثافة عندنا الكثافة مرتفعة لان في الشيل البوروستي متاعنا تقل وبالتالي هي تعتبر زحمة، يعني عندنا high
density. واحنا قلنا ان لما تكون low porosity فتعطيني high density، ولما تكون high porosity حتعطينا low density. فلو لاحظوا كيف يتغير معنا اللاين بتاعنا، فهذا مؤشر لوجود التكوينات، مؤشر لوجود الغاز، ونقدر نديروا عملية الانتربريتيشن ونتحصلوا من الدنسيتي على قراءة للمسامية. طبعا القراءة مش هتكون مباشرة، لازم نستخدم تشارتات ومعادلات معينة باش نديروا كالكوليشن، يعني حسابات معينة باش نتحصلوا على المسامية التكوين اللي موجودة في الطبقات. السكيل اللي نستخدمه فيه في الدنسيتي مرتبط بشكل او باخر بالسكيل اللي موجود للنيترون. لو لاحظوا الشكل هذا، هذا يمثل السكيل متاع سرد النيترون، بادي من بوينت 15 الى 45 او من 15 الى 45 لو هو مضروب في 100 معناتها في النسبة المئوية. لاحظوا الصفر اللي موجود هنا في النيترون هيحدد لي على حسب الليتولوجي الموجود. لو كان التكوين عبارة عن لايمستون حجر جيري، فنقطة الصفر بالنسبة للنيترون حتكون 2.70 إلى 1.71 اللي هي تمثل لي الكثافة متاع اللايمستون. لو كان حجر رملي اللي هو الساندستون حتكون نقطة الصفر بالنسبة للنيترون 2.65. هذا السكيل طبعا ثابت. لو احنا ما نبوش ناخده في هذا في عين الاعتبار، تقدروا تاخدوا الطريقة البسيطة وهي انك انت تنقص 2.95 من 1.95 وتقسمها على عدد المربعات اللي هي موجودة، وحتجد ان السكيل حيطلع لك بنفس الآلية، خاصة لما تكون مطلوب منك حساب المسامية. ونعطوك المعلومة نقول لك انها حتكون المسامية لحجر اللي هو اللايمستون او الساندستون، فبالتالي تقدر من التقسيمات متاعك انك انت تجد مكان اللايمستون والساندستون. هذا لا يعني ان اللايمستون حيكون كله 2.70 او 2.71، هذا التيبيكال الايديال يعني المثالي، لكن حتلقى 2.3 2.2 2.4، حتلقى ارقام يعني دي مختلفه على 2.71. لكن لما نجي نطبقه في المعادله اللي هي نستخدمه فيها لحساب المساميه عن طريق الدنسي عن طريق الكثافه، فان الرو ماتريكس تعتمد اعتماد كلي على نوعيه الصخر. لما نقول لك نوعيه الصخر عباره عن لايمستون حجر جيري، حتحط الماتريكس 2.70 71. لما نقول لك عباره عن ساندستون حتدير 2.65. فنوعية الصخر مهمة جدا في حساب المسامية عن طريق سرد الكثافة الدينستي لوج. Factor affecting density log، العوامل التي تؤثر في القراءات المتحصل عليها من سرد الكثافة. عندنا أول النقاط type lithology of formation، نوعية التكوين بالنسبة اللي حتتم عملية تسجيل البالك دينستي الكثافة الكلية ليه. تختلف لأن عندنا صخور تختلف من عن بعضها، عندنا صخور زي ساندستون، عندنا صخور لايمستون، عندنا دولومايت، عندنا انهيدرايت، عندنا سولت، عندنا مجموعة كبيرة من اللايتولوجي. سرد الكثافة اعتمد بشكل أساسي من البداية أن هو لازم يكون باش يعطي نتائج جيدة ونتائج موثوق فيها، لازم تكون عملية اللايتولوجي معروفة، يعني نوعية الصخر اللي أمامنا لازم تكون معروفة، لأن تم أخذ عينات من مجموعة من الصخور زي اللايمستون، الدولومايت، الساندستون، الانهيدرايت اللي حطيناها في تيبل، حنشوفوها في المحاضرة متاع البوروستي كالكوليشن، وأصبحت معروفة يعني ويل نون، يعني الكثافة اللي تم قياسها في المعمل. كأخذ عينة لبية وتم أخذها تجفيفها وتنظيفها واخدوها للمعمل وقاسولها الكثافة متاعها وأصبحت ريفرنس. اللي عندنا بالنسبة للساندستون 2.65، بالنسبة لللايمستون 2.71، وهكذا بالنسبة لباقي التكوينات. فالتكوين اللي موجود حيأثر لي بشكل أساسي، لأن عملية القراءات اللي حناخدوها من الكثافة وبنستخدمها في المسامية لازم بنكون عارفين الماتريكس متاع التكوين اللي موجود أمامنا، شن نوعية الماتريكس، هل هو ساندستون لايمستون، فبالتالي التكوين اللي موجود أمامنا حيأثر لي في القراءات. لو مثلا تكوين ساندستون والساندستون هو كان مثلا ويل كونسوليديتد، يعني أنت متماسك جدا متماسك والفراغات متاعها صارت لها عملية كومباكشن، يعني عملية ضغط، فهنا نتوقعوا ان هذا الصخر عنده الكثافة متاعها اعلى من الساندستون اللي هو تكون المسامية متاعها جيدة او المسامية متاعها مليئة بالفراغات، هذه مليئة بالهيدروكربون. ف
فحتى الساندستون نفسها مش جميع الساندستون كلها عبارة عن ساندستون مسامي وممتاز، لا، في عندنا تايد ساندستون المسامات متاعها مسكرة بالسيمنتد، فبالتالي الكثافة متاعها حتزيد. فمعرفتنا للليتولوجي مهمة جدا في القراءات المتحصل عليها من سرد الكثافة. النقطة الثانية المسامية متاع التكوين، كل ما كانت المسامية عالية هذا يعني أن الكثافة متاع التكوين حتنخفض، يعني الهاي دينستي حيعطينا لو بوروسيتي واللو دينستي حيعطينا هاي بوروسيتي، لأن قلنا كل ما زادت المسامات زادت الفراغات اللي موجودة، قلت الماتريكس اللي هي موجودة داخل التكوين. النقطة الثالثة type of fluid in pores، نوعية السوائل اللي موجودة في الفراغات، هل النوعية متاع السوائل هذه عبارة عن هيدروكربون؟ شن نوعية الهيدروكربون هذا؟ هل هو أويل؟ هل هو غاز؟ هل هو ماء؟ شن نوعية الماء هذا؟ هل هو السولت؟ هل هو فريش؟ هذا يتأثر بتأثر الجاما راي، لأن احنا بنبعته أشعة جاما راي حتدخل في التكوين وبتصير لها عملية أتنويت. عملية الأتنويشن بتاعها تعتمد على الماتريكس وتعتمد على الفلود والفراغات، الفلود خاصة الفلود اللي موجود داخل الفراغات. ثالث شيء present of shell information، وجود الشيل. لما نقول احنا وجود الشيل في التكوين، على سبيل المثال لو عندنا تكوين الساندستون، مش دائما الساندستون حتلقى بيور ساندستون يعني نظيف ما فيش اي شوائب، حتلقى فيه طبقات متداخلة معاه، يعني احنا نسموه فيها انتربت، يعني عندك طبقة من الساند مثلا التكنس متاعها مثلا 10 فيت، بعدين جت طبقة التكنس متاعها سمكة 1 فيت من الشيل، وهكذا تعطينا ساندستون مرة تانية مثلا 30 فيت وهكذا، فعندنا طبقات من الشيل داخلة. الشيل هذا حيأثر لي على الكثافة متاعي، يعني لما يكون موجود وعندي وحدة صخرية احنا متاع المكمن نحسبها كوحدة صخرية واحدة، هذه حتزيد في الكثافة، زيادة الكثافة حتعكس لي على المسامية، حتقلل لي من المسامية، والعكس كل ما قل الشيل زادت المسامية. The presence of gas information، وجود الهيدروكربون وبالذات الغاز حيأثر لي بشكل كبير في القراءات متاع سرد الكثافة، حيسبب في الدروب يعني انخفاض للقراءات متاع الكثافة بسبب وجود الغاز، وهذه واحدة من الأشياء اللي تكلمنا عليها في الاستخدامات، إن هو يوضح لي مع النيترون الغاز بيرينج زون كيف حيوضحها، لأن حتسبب مشاكل فصل القراءات، حتسبب لي قراءات في النيترون وفي الدنستي مما يكون واضح لي ويعطيني الكروس أوفر الشهير اللي هو موجود بين النيترون والدنستي. The presence of fractures، presence of fractures حنتكلم عليها في السلايد القادمة بتفصيل أكثر، سواء كانت اللي هي the presence of shale أو the presence of gas وال present of fractures، لأن الفراكشرز حتأثر على المسامات والمسامات حتعكس لي على الكثافة الدنستي متاع الصخر، هل تزيد أو تنقص. تكلمنا عن العوامل اللي تأثر في قراءات متاع سرد الكثافة، تكلمنا عنها كانت 6 عوامل، حركزوا على 3 من العوامل اللي هي الشيل افكت والفراكشر افكت والغاز افكت. الموضوع كله يتمحور ان نبغى نعرف هل القراءات اللي متحصل عليها من سرد الكثافة هل هي قراءات جيدة يعتمد عليها في الدقة، لان احنا الغرض الاساسي من سرد الكثافة هو احد سرود المسامية، يعني احنا بنقيس به المسامية عن طريق اما المعادلات او التشارتات. في الاويل اندستري يستعملوا في السوفت ويرز في الشركات ويدخلوا الديتا اللي هي عبارة عن سرد الكثافة ويتم استخدامها في حساب المسامية، سواء كانت التوتال بوروسيتي او الافكتيف بوروسيتي، لكن لازم تكون القراءات جيدة ويعتمد عليها وتم اخذ كل العوامل الموترة في عين الاعتبار باش نتحصلوا على نتائج كويسة، لان بنحسبوا بها المسامية، المسامية الفعالة بالذات اللي هي مرتبطة بشكل اساسي ب البرمابيلتي، البوروسيتي والبرمابيلتي الزوز نستخدمه فيهم لعملية تقييم الصخور المكونة للمكامن النفطية من ناحية الجودة الخزنة. فتأثير الشيل، لو كانت عندنا طبقة على سبيل المثال طبقات ساندستون، ساندستون ويكون فيه عندنا انتربد طبقات متداخلة من الشيل، هذا حيؤدي إلى انخفاض المسامية reduce البوروسيتي اللي حيخلي الكثافة الدنسي ترتفع، يعني لما يكون عندي low porosity هتكون عندي high density، ولما تكون عندي high porosity هتكون عندي low density. فوجود الشيل داخل التكوين يؤدي إلى انخفاض
المسامية اللي يؤدي إلى ارتفاع الكثافة. النقطة الثانية الفراكشر إفكت يحدث لما تكون عندنا عمليات تكتونية تؤدي إلى عملية فراكشرز، عملية تشققات. التشققات هذه حتزيد في المسامية بالنسبة للتكوين، لأن سندير حتفتح ممرات حتخلي البورز اللي هي كانت متباعدة على بعضها وكانت isolated يعني منعزلة على بعضها، حتصير في عملية connected حتتصل ببعضها، حتزيد عملية البوروسيتي وتزيد حتى النفادية ده اللي هي البرمابيلتي، لأن النفادية هي عبارة عن connected bore المسامات المتصلة ببعضها. فبمجرد ما يبدأ عندي fractures هذا التشققات حتتصل الفراغات مع بعضنا وتبدأ عندنا نفادية جيدة وتزيد لعملية الانتاج حتى من المكمن. وجود الغاز ولاحظناه بشكل أساسي في المثال الماضي لما وريناكم أن عندنا الجاماري في التراك الأول اللي هو على اليسار، والتراك اللي على اليمين كان فيه النيترون كان باللون البلاك الأسود، والدينستي كان باللون الأخضر. ولاحظنا أن لما يصير بيناتهم الكروس أوفر، لأن السكيل واحد منهم يزيد من اليسار إلى اليمين والثاني كان ريفيرس من اليمين إلى اليسار، فصارت عملية الكروس أوفر. لأن لما يجي الغاز نعرف أن النيترون الهدف الأساسي بتاع النيترون لما نضربوه ويدخل داخل التكوين وتصير لعملية الانتشار سكاترد، فهو يبدأ يتصادم مع ذرات الهيدروجين سواء كانت اللي في الغاز أو في الأويل أو في الماء، وتم يرجع بعدين وعرفنا كيف الآلية اللي نسجله فيها. برضو بالنسبة للدنسي تتأثر بشكل كثير بالغاز، لأن عملية الأشعة الجاما اللي حنرسلوها من المصدر حتتأثر مع الهيدروجين اللي موجود اللي هو مكون الأساسي لعملية الغاز. فبالتالي تأثير الغاز ريناه تصير عملية كروس أوفر، تبدأ عندنا الزون واضحة جدا متاع الغاز بيرينج زون. فهذا من العوامل الثلاثة أساسيات لازم ناخدهم في عين الاعتبار: تأثير الشيل، تأثير الفراكتشرز، وتأثير الغاز على القراءات اللي هي متاع الدنس اللي حتأثر لي بشكل أساسي على القراءات متاع المسامية. What is porosity؟ ما هي المسامية؟ المسامية هي الحجم الفراغات الموجود للحجم الكلي لوحدة صخرية. يعني عندنا وحدة صخرية زي ممثل أمامنا بالشكل، الوحدة الصخرية تتكون من مجموعة من الماتريكس حبيبات، الحبيبات هذه اللي هي الموضحة بالشكل هتكون بيناتها فراغات، الفراغات هذه اللي باللون البلو البورس، الفراغات هذه تشكل لي المسامية. الفراغات لو زي ما نلاحظوا في بعض منها متصلة في بعض منها غير متصل. تتكون المسامية في بداية عملية الترسيب، يعني لما يجي تم عملية الترسيب في الأحواض الرسوبية حتتكون ما تعرف به البرايمري بوروستي، المسامية الأولية أثناء عملية الترسيب. بعد ما تكونت الوحدة الصخرية وتمت عملية الترسيب في حوض رسوبي معين، تكون في عمليات جيولوجية لاحقة تسمى عملية الدايجنسيس، اللي هي من ضمنها عملية الدولوميتيزيشن اللي هي الدلمتة، عملية الإدابة ديسوليوشن، عملية الريكريستاليزيشن. العمليات هذه تؤدي إلى تغير في المسامية وتعرف بالمسامية الثانوية secondary porosity. كنتاج للبرايمري بوروسيتي والسكندري بوروسيتي عندنا ما يعرف بالتوتال بوروسيتي اللي هي المسامية الكلية اللي يتضمن المسامات المتصلة زي ما هو موضح بالشكل والمسامات الغير متصلة زي المسامات هذه ما تكونش متصلة تكون معزولة isolated. الفرق بيناتها أن المسامات الكلية تسمى بالتوتال بوروسيتي، والمسامات اللي يمكن أن هي تكون متصلة مع بعضها أو إن هي متصلة مع بعضها وتكون حاملة للهيدروكربون تعرف بالإفكتيف بوروسيتي. صار عندنا نوعين من البوروسيتي، عندنا توتال بوروسيتي والإفكتيف بوروسيتي. هذه مهمات جدا بالنسبة لنا احنا في الأويل اندستري. عملية الاتصال الفراغات مع بعضها يؤدي إلى ما يعرف بالبرمابيلتي، عملية النفادية. نبقى في البوروسيتي، فاحنا اللي يهمنا الفراغات اللي هي ممكن تتصل مع بعضها وتكون حاملة للنفط، هذه هي اللي تهمنا بالنسبة لنا احنا في مجالنا، لأن نحتاجه ونبغى نطلعه الهيدروكربون، والهيدروكربون اللي ممكن نقدر نطلعوه هيكون موجود في الإفكتيف بوروسيتي. لكن لازم نتحصله على التوتال بوروسيتي، لأن عن طريق التوتال بوروسيتي نقدر نحسبه الإفكتيف بوروسيتي. measurement of porosity قياس المسامية.
تقاس الكمسمية عن طريق التحليل البتروفيزيائي بأكثر من طريقة. عندنا طريقتين، الطريقة الأولى طريقة الدايركت ميثود، والطريقة الثانية طريقة الاندايركت. يعني عندي طريقة مباشرة لحساب المسامية لتكوينات معينة، وعندي طريقة غير مباشرة. بالنسبة للطريقة المباشرة تتمحور في الكور أناليسس، عملية التحليل للعينات اللبية. عملية الكور عندنا نوعين من الكور هنحصلوا عليهم من البير. الكور الأولى اللي هي الكاتينج، اللي هي الفتات الصخري اللي هنحصلوا عليه، اللي هيجي مع دورة المض، هنبعته المض. المض واحدة من الأشياء الأساسية اللي يستخدم في عملية تبريد البت اللي هو رأس الحفر، ويساعدنا في عملية الحفر، ويساعدنا في عملية تماسك متاع الجدار للحفر، ويساعدنا في أخذ الكاتينج اللي هي طبعا الفتات بعد ما تكسر هو الحفر حفار اللي هو البت الديجينج. لما يكسر داخل الفتات هذا لازم يطلع لبرا، يطلع مع الدورة متاع اللي المض، لأن المض قاعد في سيركوليشن، يعني في دائرة مغلقة، يجي من التانكس اللي هي موجودة ويمر داخل البير، ومن البير يطلع ويرجع يمر على ما يعرف بالشيل شيكل اللي هي زي الغربال، يبدأ يغربل في المض متاعنا ويخلينا في الكاتنج هذا. الكاتنج هذا اللي هو تعتبر احد العينات اللي هي متاع الكور، ياخذ الجيولوجي الاوبريشن والسايد اللي موجود غادي، ياخذ العينات هذه الكاتنج كل عمق معين، كل فيت، كل 10 فيت، كل 20 فيت، المتعارف عليه ياخذها. ياخذ عينتين، عينه تكون واشد وعينه ان واشد. العينه اللي هي تكون واشد ياخذها يغسلها ينظفها ويحطها في الكيس، يكتب عليها الدبت متاعها، والعينه غير مغسوله نفس الشيء ياخذها ويكتب عليها نفس الدبت. يعني كل دبت معين عندك عينتين منها، عينه مغسوله وغير مغسوله، ويتم وضعها وارسالها بعدين الى اللاب، ويتم عمليه الديسكريبشن مره ثانيه ويكون اكثر وضوح من الاول. اما العينات اللبيه الثانيه ما تعرف بالسايد وول اللي هي كور، ينزلوا جهاز معين لطبقات معينة. هذا طبعا مش هيكون لجميع البير لان هي اكسبنسيف غالية، فيحددوا المكان اللي هم يبوا يعرفوا منه المعلومات المهمة، وفي العادة يكون المكامن النفطية. ينزل الجهاز ياخذ العينات عند اماكن معينة باعماق معينة. العينات هذه عبارة عن عينات اسطوانية، يعني سلندر، ياخذوها الطول متاعها متر او 2 متر حسب ما هم متعارف عليه، ياخذوها يجففوها وينظفوها، ويتم اخذها الى المعمل. تتاخذ الى المعمل، يتم اخذ قطع منها تن سكشن، يعني يتم تقطيعها الى اجزاء اقل، ياخذوها تن سكشن ويحطوها في المجهر، ويبدو ياخذوا في الديسكريبشن ويديروا عمليات القياسات للفيزيكال بروبرتي، للخواص الفيزيائيه زي المساميه، زي النفاديه، زي الكثافة، زي الووتر ساتوريشن. كل هذا ياخدوه في عن طريق طرق معينة، حسابات في المعمل وأجهزة معينة يتم وضعها باش نتحصلوا على معلومات الخواص الفيزيائية، وتاخد وتتم في تقرير ويقعد لكل بير. في العادة ما تتمش الكورنج لجميع الآبار، يعني من أصل مثلا 20 بير هياخدوا آبار معينة سيلكتد، يعني سبيسيفيك ويلز، هياخدوا مثلا 4-5 آبار، لأن زي ما قلت لكم هذه اكسبنسيف يعني غالية ومعلوماتها قيمة، لكن ضرورية لازم تندار. يعني ما ينفعش انك انت تدير تحفر 40-50 بير من غير ما تاخذ مثلا 10 آبار منهم تدير لهم عملية كور، لأن الكور هي اللي فيها معلومات صحيحة جاية من تحت الأرض وتقارنها بالمعلومات اللي جاية من سرود الآبار. الطريقة الغير مباشرة طريقة اللي هي الول لوجينج، على سميناها طريقة غير مباشرة لأن الول لوجينج توا من المحاضرات اللي اخذناها الماضية كلها تلاحظوا ان الول لوجينج دائما عندنا ما يعرف به فاكتنج افكتنج، يعني فاكتر عوامل تأثر لي في السرد. في عوامل، في اللي يأثر فيه حجم البير، في اللي يأثر فيه الروجوسيتي، في اللي تأثر فيه الحرارة، في اللي يأثر فيه السائل الحفر، في اللي لقينا تأثر فيه اللايتولوجي، في اللي يأثر فيه وجود الغاز أو وجود الشيل. فلاحظوا أن السرود كلها تتأثر بعوامل أو بأخرى. السرود الثلاثة اللي مستخدمة في قياس المسامية اللي هي السونيك والدنستي والنيترون، والثلاثة عندهم عوامل تأثر فيهم. فبالتالي بعد ما ناخده الديتا، المعلومات الموجودة من كل من السونيك ومن الدنستي ومن النيترون، يتم يديروا لها عملية لودينج في السوفت ويرز المعينة اللي هي خاصة بعملية البتروفيزيكال أناليسيس، ويطلعوا منها المعلومات، النتائج، النتائج اللي هي تكون البرميبيليتي، البوروسيتي، النت باي، كل الأشياء دي ياخدوها. لكن لازم يديروا عملية كومباريزن، يقارنوها بالنتائج اللي متحصل عليها من الكور،
لأن الكور هي أدق من المعلومات المتحصل منها من السرود، وبالتالي لازم يتم عملية الكومباريزن المقارنة بيناتهم ونشوفوا هل النتائج قراب من بعضها ولا لا، لأن لو ما كانتش قريبة من بعضها ممكن قد تكون في القراءات خدت بطريقة خاطئة أو في أشياء من الكوركشن بعض التصحيحات ما تمش أخذها في عين الاعتبار. يعني لازم بعد ما ناخدوا الديتا والمعلومات من سرود الآبار ونديروا عملية الكالكوليشن للبروستي وغيرها، يعني البروستي برميبيليتي الواتر ساتوريشن عن طريق معادلة آرشي زي ما هنشوفه، لكن لازم في النهاية تدير عملية مقارنة مع المعلومات والنتائج اللي متحصل عليها من المعلومات اللبية الكور أناليسس. By using density log باستخدامنا لسرد الكثافة، سرد الكثافة هو السرد الثاني المستخدم في حساب المسامية عن طريق طريقتين مثل السونيك، يا اما يكون عن طريق الاكويشن عن طريق المعادلة او عن طريق التشارت. بالنسبة لعملية الاكويشن شبيهة بالمعادلة متاع استخدامنا في السونيك، لكن التغير البسيط هو ان بالنسبة للسونيك كانت الدلتا تي ماتريكس وتم حسابها موجودة في بوكس معين، لكن هنا حنلقوا الرو ماتريكس الكثافة بالنسبة للطبقات معينة الليتولوجي معين سواء كان سانستون لايمستون دولومايت، تم حساب الكثافة متاعهم في المعمل وموجودة عندنا ونستخدمه فيها كريفرنس. والرو لوج حنجيبوها زي ما جبنا الدلتا تي لوج من عن طريق سرد الكثافة اللي هو موجود، نقروها عند نفس العمق المطلوب منا، نفس الآلية اللي استخدمناها في السونيك. الفلود أيضا عندنا الكثافة متاع الفلود زي ما كانت عندنا السرعة اللي هي الدلتا تي متاع الفلود، عندنا الرو متاع الفلود، فعندنا حاسبين الكثافة متاع الفلود إن كانت مياه عذبة أو مياه مالحة، فعندنا اثنين من الباراميتر حنستخدمهم. تطبق المعادلة ونتحصلوا على المسامية عن طريق سرد الكثافة. الرو لوج هو عبارة عن البالك دينستي الكثافة الكلية الموجودة في الخزان أو الطبقة المطلوب قياسها، وتقاس بالجرام للسنتيمتر المكعب. عندنا الرو ماتريكس عبارة عن الدينستي متاع الجرين ماتريكس اللي هي تم حسابها في المعمل وموجودة عندنا كريفرنس سواء كانت للساند لللايمستون للدولومايت لبعض الصخور الثانية اللي هي موجودة. بالنسبة للرو فلود هي الدينستي متاع الفلود اللي هي موجودة في الخزان سواء كانت الدينستي هذه متاع الفلود للماء العذب أو الماء المالح، هي عبارة عن توابط حنشوفوها في المثال في الشريحة القادمة، وتتم عملية حساب المسامية عن طريق الدينستي زي ما درناها وحسبناها عن طريق السونيك. التشارت في اختلاف بسيط على السونيك، السونيك اللي ريناه في المحاضرة هذه في الشريحة الماضية رينا أن بالنسبة للشارت عندنا أكثر من شارت وعندنا تتغير السرعات بين الملي سكند للفيت وبالسكند للفيت والسكند للمتر، لكن بالنسبة للدينستي أقل، فعندنا شارت واحد نحدد منه اللي هو الكمية متاع الكثافة بعد ما ناخدوها من السرد، وعندنا الماتريكس المعروف والآلية حنتعرف عليها كيف حنتحصل عليها، لكن عملية أبسط من السونيك. السونيك والدينستي الاثنين يستخدموا فيهم على نطاق واسع لقياس المسامية، لأن هما يعني عندهم نتائج جيدة بالنسبة للطريقة الاندايركت الغير مباشرة، ولازم زي ما تكلمنا في الشرائح الماضية لازم يتم عملية الكومباريزن، لازم يتم مقارنتها مع الكور data result، لازم نشوف احنا الريزلت متاع الاناليسس اللي درناه في الكور ونشوفه هل النتائج متاعنا صحيحة او قريبة من الدقة اللي هي موجودة في الكور اناليسس. في المثال الموضح امامنا حتتم عملية حساب المسامية باستخدام سرد الكثافة، هذه هي المعادلة الموجودة امامنا اللي تعرفنا عليها اللي هي تقول الرو ماتريكس ناقص الرو لوج على الرو ماتريكس ناقص الرو فلود. الرو بالنسبة لوج نتعرف عليها عن طريق المثال اللي موجود أمامنا، المثال هذا يوضح لي وجود كل من سرد النيترون وسرد الدينستي. النيترون يزداد من اليمين إلى اليسار بالنسبة للسكيل متاعه ناقص 0.15 إلى 50، وبالنسبة للكثافة اللي هو باللون الأخضر يزداد من اليسار إلى اليمين، والسبب في عملية الريفيرس بالنسبة للسكيل اللي هي تكلمنا عليها في استخدامات سرد الكثافة لما قلنا يحدد لي منطقة اللي هي يكون موجود فيها الغاز، لما تصير عملية ما تعرف بالكروس اوفر لو نلاحظه صارت عملية كروس بين سرد الكثافة وسرد النيترون،
وضحت لي مكان وجود الغاز اللي هو موجود في المنطقة هذه. فالرو أو الكثافة بالنسبة لسترد نتحصل عليها نفس المثال السابق عند 2260، عندنا السكيل متاعنا من 2.95 إلى 1.95، نطرحهم من بعض ونقسمهم على قيمة المربعات نفس الآلية اللي موجودة في سرد السونيك، نتحصله كل مربع يساوي لنا 1/10، نبدأ نزيده ونحسبه، فكانت القراءة عند النقطة هذه عند 2260 2.31 جرام لكل سنتيمتر مكعب، صار الرو بتاعنا هي 2.31، هذه تمثل لي الرو لوج. بالنسبة لي الفلود، الفلود موجود في حالة السولت ووتر، في حالة المية كانت مالحة، في الفريش في حالة الماء كان حلو، الحلو حيكون 1، أما المالح حيكون 1.1 جرام لسنتيمتر مكعب. أما بالنسبة لي الماتريكس، لو تلاحظوا هذا البوكس تيبل اللي هو بالأزرق، هتكون الماتريكس اللي هي عبارة تكون ساندستون أو شيل أو لايمستون أو دولومايت أو سولت أو انهيدرايت، تم حسابهم في المعمل وكانوا بالشكلية هذه. احنا حيكون المهمات بالنسبة لنا احنا ساند واللايمستون والدولومايت باعتبار من متولي صخور الخزان أو صخور المكمن. الرقم هذا لاحظوا اللي هو مكتوب 2.649، لكن احنا نعوضه فيه 2.65 بالنسبة للساند. بعد ما نتحصلوا على كل المعطيات نقوموا بالتعويض المباشر. لاحظوا ان المسامية كانت 0.21، لو تتفكروا ان بالنسبة لسرد السونيك كانت 0.20، وبالنسبة للمعادلة كانت 0.21 بالنسبة لسرد الكثافة. الكثافة تعتبر النتائج متاعها ادق من الصوتي، كون ان سرد الصوتي الموجات الصوتية تتأثر بالعديد من الاشياء داخل التكوين. فبالتالي ناخدوا البيانات او النتائج المتحصلة عليها من سرد الكثافة اللي هتكون ادق من سرد السونيك، لكن الاثنين دائما يقوموا بعملية مضاهاة بين بعضهم باش نتأكدوا من ان عملية الحسابات اكثر دقة. لكن ما ننسوش نقطة، هي ان احنا نتكلموا على القياسات الـ Undirect Method، يعني الطرق الغير مباشرة، واللي هي دائما لازم انت تقارنها بطرق مباشرة زي الـ Core Sample Analysis، يعني العينات اللبية هم دايرين عملية حسابات المسامية، وتاخذ المسامية النتيجة متاعهم وتقارنها بالمسامية الموجودة عندنا باستخدام باي تشارت. باستخدامنا للتشارت تقريبا نفس الآلية اللي هي موجودة في السونيك، نلاحظوا ان هذا التشارت ثابت، هذه الخطوط الزرقاء تمثل لي الماتريكس لمواد معينة، لو تلاحظ 2.65 كوارتز ساندستون، قلت لكم 2.65 مش 2.649، 2.65، وعندنا هذه الرو اللي هي 2.68، عندنا 2.71 اللي هي تمثل لي لايمستون كالسايت، عندنا 2.87 تمثل لي الدولومايت، وعندي الشيل وعندي السولت. القيمة كانت القراءة 2.31 في المثال السابق، 2.31 وعندنا الماتريكس متاعنا معروفة اللي هو عبارة عن 2.65، بمجرد ما توصل للخط الأزرق وتصطدم به تاخدها أفقيا على طول، وبمجرد ما تصطدم بأي من الخطوط السوداء هذه اللي هي عبارة عن مائلة تمشي معاه، فتجد أن هي القراءة كانت 20. لاحظوا ان دائما التشارت اقل قراءة بنسبة بسيطة من القراءة اللي تحصلنا عليها من الاكويشن. الاكويشن في السرد الصوتي كانت عبارة عن 20 والتشارت كانت 19، وهنا لو تلاحظوا ان في سرد الكثافة الاكويشن كانت 21 والتشارت كانت 20، لكن الاكويشن دائما ادق من التشارت. التشارت هذا عبارة عن متلي مسامية واي متلي اللي هي البالك دينستي اللي هي الكثافة الكلية للصخر بالجرام سنتيمتر مكعب، منها نقدروا نتحصلوا عليه المسامية متاعنا. هنا نصل إلى نهاية هذه المحاضرة والتي كانت بعنوان دينستي لوج سرد الكثافة. نلتقي مع المحاضرة القادمة والتي ستكون بعنوان سونيك لوج سرد السرعة. أعزائي الطلاب، نرجو منكم تدوين كل الملاحظات والأسئلة بخصوص هذه المحاضرة وعملية الاتصال عن طريق البريد الإلكتروني
أو عن طريق الهاتف النقال أو عن طريق الحضور إلى مكتب الجامعة، وذلك لعرض الأسئلة والرد على كل الاستفسارات والملاحظات من قبلكم. شكرا على حسن استماعكم، وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.